نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، آمين. أيها الإخوة الأفاضل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا قضى الله عز وجل، قضى الله عز وجل في كتابه أن يجمعنا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، وأن يأتي كل منا حيث كان، في مهنته أو وظيفته أو متجره أو محل عمله أو بيته، بين أهله، بين أزواجه، بين أولاده، منهمك في بيعه وشرائه، منشغل بدنياه. قضى الله عز وجل أن يجمعنا في هذه الساعة بهذا القدر المحتوم، وهذا القضاء الذي لا مفر منه، والذي قضى به ربنا جل جلاله على العباد. هذا القدر هو هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الموت، خلق من خلق الله جل جلاله، الذي خلق الجان وخلق الإنسان وخلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق القمر وخلق البر وخلق البحر. خلق الله عز وجل مخلوقا اسمه الموت، يقول عنه ربنا جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت، الذي خلق الموت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم اجعلنا ممن يحسنون العمل. تبارك الذي بيده الملك، الملك لله، والدوام لله، والأبدية لله، والبقاء لله، كل من عليها فان ويبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه سبحانه. أما نحن عباد الله، فيقول ربنا في شأننا ويقول عنا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول ربنا جل جلاله مذكرا إيانا، منبها لنا: قل إن الموت الذي تفرون منه. من منا يريد الموت؟ لا أحد، لا أحد منا يريد الموت. قد كان سلف هذه الأمة حين ينظرون إلى سوء أحوال الحياة وإلى فساد المجتمعات يقولون: ومما ينشدون ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه. كانوا يتمنون الموت لأنهم كانوا قد قدموا وأحسنوا وعملوا، لكن صرنا نحن أخشى ما نخاف وأخوف ما نهاب، هو هذا الموت الذي يخبرنا ربنا جل جلاله بأنه مدرك إيانا، مدرك إيانا لا محالة. يقارن غرب عز وجل من مثاور صل مصطلحات مزيخت من مثاور. قل إن الموت الذي تفرون، تفرون أين المفر؟ أين المفر؟ لله جل جلاله. ولذلك قال سبحانه: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. من أراد الفرار فليفر إلى الله جل جلاله، لا مفر من الله إلا إليه سبحانه سبحانه. ولذلك
قضى وقدر سبحانه، قدر علينا هذا المخلوق اللي هو الموت وقضى به وحكم به على العباد، لا يفرق بين الأغنياء ولا بين الفقراء، لا يفرق بين المرؤوسين ولا بين الرؤساء، لا يفرق بين الأقوياء ولا بين الجبناء، لا يفرق بين الدهماء ولا بين العلماء، لا يفرق بين الرجال ولا بين النساء، لا يميز بين صغير وكبير ويتميز جاوين دوين أبدا، يقدر ربي عز وجل وقضى به على الكل. سألوا من في القبور، اكريش ندور الخضيث نظرين وش أخذ تنظرون، ما الحجم نسن ذي الجن، ما في الدين نسن ذي الشتن، ما الطول نسن ذي الجن، تجد ابن الست سنين وابن السبع سنين وابن الثمان سنين وابن التسع سنين وابن السنة وابن العامين، قدر الله، قدر الله، قدر الله عز وجل الذي نحن عنه غافلون. وتأتي مثل هذه الشدائد والمصائب التي قدرها ربنا عز وجل لنتذكر. رسول الله حين قال للصحب الكرام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها، وهذه من السنن المهجورة، سنة زيارة المقابر، من نغيش نخونش ندور نستياوية نضم سياوية نشق فقوياوية وني شمث لحد شمثيث وني يوشان حد يوشاريف وني يغذانس حد يغذاريف، ما يمي، لأننا هجرنا سنة زيارة الموت وزيارة القبور وتذكر الموت وتذكر الحفرة وتذكر هذه اللحظة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي المرشد الناصح المعلم الموجه، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يربي أمته كنت نهيتكم عن زيارة القبور، تغنهيك كني وخ زيارة القبور خم زوارو ميمي، لأن تغمزالي وذان حديث عهد بشرك، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى مظاهر الشرك هذه وتنتقل من الأوثان إلى القبور كما صار الحال الآن في بعض المزارات والقباب، فحذر رسول الله في بداية الأمر تغيو ذا المزل عالغس التعلق الأموات عالغس التعلق الأصنام إحذاري تنخم زوارو ما شغوا نجاروا الناس النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، ألا فزوروها، لما يا رسول الله لما تأمر أمتك بزيارة القبور يا رسول الله، من متماذ الأمة شتعغث مضرين يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم، تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، يعني وني تغيث ندغى وندر وشو السياق وحغة الداثة ذي حسبي خفنس أذي راجع الأعمال النس أذي يار المظالم يثبى بنسنت أذي حضخ الواجبات النس أذي قوم المسؤول ينس، فليعلم أن مجيئه إلى القبور كعدمه، أذي سنن ثوثي ثنزداء وزي سيوي ولو، لأن المقصد من هذه الزيارة، المقصد من هذا الحضور أن نتذكر الآخرة. وحين يتذكر الإنسان الآخرة، خمن يتذكر الإنسان الآخرة يعالج نفسه، يراجع نفسه، يحاسب نفسه. أنا لا أزكي ها هنا أحدا، لا داعية ولا فقيها ولا إماما ولا خطيبا، بدءا من نفسي هذا الكلام أوجهه لنفسي ابتداء، كلنا مقصرون، مش ذن جمارة ذين غفاغي النغ ذين غرعوج النغ ذين غرعكس النغ ذين غلين حرف النغ ذين غل خلال النغ ذين غل نقص النغ ذين غل معصية النغ ذين غل عدوان النغ ذين غل ظلم النغ، مش ذن جمارة، حاشا حاشا أن زكشنجن أبدا، مركب النقص يأبى الكمال، قضى ربنا عز وجل على هذه الخليقة أنهم خلقوا من تراب، وأن الإنسان ناقص مهما بلغ، مهما بلغ، جبر هذا التقصير وجبر هذا الخلل وجبر هذا النقصان وجبر هذا الانحراف يكون بمثل هذه المواقف وبمثل هذه الساعات وبمثل هذه اللحظات. نسأل الله عز وجل أن يرد بنا إلى الحق ردا جميلا. القبر أيها الإخوة الفضلاء لجن الفرصة لمحاسبة النفس، هذا البيت الذي ينتظرنا جميعا، مش دن جمارة في وشاء أذن غداوين أذن خساس رنشين أخا نغدموني وذان أذن شوين معروفة ذويان، لن يبقى معك في هذه الحفرة إلا ما قدمت. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت،
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذه اللحظة وفي هذه الساعة لن ينفعك إلا عملك. ثم أذكر بهذه المناسبة وأختم هذه الجنازة، فرصة ليحاسب كل منا علاقته بوالديه. هذه الجنازة فرصة، وذن بوشني الجن اتحسر خو سندامث دير حق بابا سيماس اشنوين يتجن خوذ الابناء الميتة سي حمسي ربي برحمة واسعة. لما جيء نغي الجنازة يا ايها الاخوة الفضلاء فرصة، لان نشين ربما في غمرة الحياة تاوين زين غثاوة النغ كتازي الوالدين النغ، تاوين زين غزواجات النغ كتازي الوالدين النغ، تاوين زين غ الاشغال النغ الاعمال النغ كتازي الوالدين النغ. لا زيارة، لا تفقد، لا مهاتفة، لا مجالسة، لا مكالمة، لا مصاحبة، لا مرافقة، لا مؤانسة، ابدا ابدا. انسان يتكمل خدمتي تكتخفى بزي ما ساقين دي ثلاث الجدود توارث الدات تمزواروت انت يقاس الدات وحدس يسجق يما سنين مينوت يتقسي سنين سكوا يعتو يقارش الحمد لله الوالدة قتلني قان فقدي تنسجى خاس كذا. جل وقته ومعظم ساعاته لغير امه ولغير ابيه، وهم احوج ما يكونون اليك في هذه الساعة وقد بلغوا الكبر. ونهني حذاج ندري الساعة تذي تيري مغان ذي تيري وسان ذي تيري وزمان شاء وقد انشاء، وكما تدين تدان يمهل الله ولا يهمل. من غث كذا ذا شتواك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اذكروني أذكركم، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. داكشي اللي غديرو غيدار لك. صلى الله عز وجل أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا بر والدينا. 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 اللهم احفظ أحياءهم وارحم أمواتهم. اللهم احفظ أحياءهم وارحم أمواتهم واشف مرضاهم يا ربنا. اللهم اشف مرضاهم يا ربنا. اللهم اشف مرضاهم يا ربنا. المرحومة اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها يا ربنا. اللهم اغفر لنا ولها يا ربنا. اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. ثبتها عند السؤال، ثبتها عند السؤال، ثبتها عند السؤال. اللهم اجعل ما أصابها من مرض كفارة لها وفي ذنبها يا رب. اللهم اجعل ذلك طهورا لها يا رب. اللهم اجعل ذلك طهورا لها يا رب. اللهم اجعل ذلك طهورا لها يا رب. اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة. ارزقهم الصبر يا رب. واجرهم في مصيبتهم. اللهم اجرهم في مصيبتهم. اللهم اجرهم في مصيبتهم. اللهم اجعلهم ممن اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليهم راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. حاضرون جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم أخلص نياتنا، أخلص سرائرنا، اجعل ممشانا خالصا لوجهك الكريم يا رب. لا تجعل لأحد فيه شائبة سمعة ولا رياء يا رب. ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. أصلح أولادنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.